هعمل النهارده سالمون بصوص الفراوله، كيوي للتزيين، قطعتين سالمون بالجلد متنظفين، عصير فراوله، فراوله فريش، بهارات وعصير ليمون، وطبعا يبقى فيه ملح وفلفل وزيت. هستعمل طاستين، شوف طاسه ما بتلزقش، حط فيها زيت، اي زيت حضراتكم تفضلوه، انا بفضل زيت الزيتون. عايز بقى يبقى السالمون، هوري حضراتكم دلوقتي هعمل فيه تقطيع كده من ناحيه الجلد، عايز الجلد بتاعه يبقى مقرمش على قد ما اقدر، يعني هخليه يعني حتى لونه هيغمق. هاخد سكينه، هروح تقطيع تاني، هلم السالمون على ايدي كده وهقطع بالسكينه قطع حوالي سنتي، عمق القطعه سنتي، يبقى بالشكل ده. ده بيعمل ايه بقى؟ ده بيخلي السالمون ما يقبش لفوق ويستوي كله زي بعضه، وبيدي فرصه للتتبيله او للصوص ان هو يدخل جوه لحم السالمون. انا ايدي دي هي اللي كانت ماسكه السالمون، هحط شويه من الملح على الناحيتين، والبهارات مش كلها عشان هحتاج من البهارات ان انا احط على الصوص، لان الصوص بيبقى مسكر وحادق في نفس الوقت. هنعمله في ايه؟ في طاسه تانية. هاخد بقى قطعتين السالمون احطهم من ناحيه الجلد الاول، في اي درجه سوى مناسبه لحضراتكم. احنا هنسوي تقريبا 90% ناحيه الجلد، هو ابتدى يستوي واحده واحده، ياخد وقته، وبعدين هقلبه قلبه واحده واقدمه. اخد بقى دلوقتي، ممكن استعمل دي، اخد الفراوله كل واحده هقطعها يعني على قد ما اقدر صغير، علشان عايز الصوص يبقى فيه قطع فراوله، فهقطع صغير على قد ما اقدر، يعني تبقى تحت عائله الخضار. اخد بقى ايه الفراوله اللي اتقطعت، احطها في الطاسه السخنه دي، تبتدي تبقى تكرمل شويه، واحط معاها زيت زيتون، معلقه صغيره من الملح، والبهارات برضو معلقه صغيره، هقلبهم يبتدوا ياخدوا الطعم كده، يطروا شوية عشان لما يتحط عليهم عصير الفراولة نفسه تبقى ايه؟ تبقى طرية خلاص. بص حضراتكم بتطرى، ايه خضار يعني، مش محتاجة خالص وقت. هاخد الليمون الاول عشان لو في اي حاجة ماسكة، وبعدين عصير الفراولة، وزيه زي اي صوص بيتعمل نسيبه على النار يتقل، هنطلعه بدري، هيبقى الصوص لسه ما ايه ما تقلش. فانا هسيب ده على النار. الطاسه دي عشان كبيره وما بتلزقش، فبتاخد وقت على ما تسخن، يعني بص حضرتك انا سايبها على نار عاليه من اول لما ابتديت الحلقه، فايه خليها براحتها الصوص يتقل والسلمون يستوي، وانا احضر طبق ده خلاص. بعرف بقى السلمون استوى ازاي، بيبتدي لونه، ومش هيبقى باين من هنا، بيبتدي لونه من البرتقاني الجامد قوي ده، يبتدي لونه يخف شويه، يعني يخف يعني ايه؟ يبتدي من البرتقاني يقلب على نقول بامبا فاتح. بصوا حضراتكم ده مقرمش، ده الجلد ده بيتاكل، ده في طبخه كامله بتتعمل بجلد السلمون بس، ودي كمان